الأسواق في العيد في العائلات وقع تسالون. هل العيد هل مناسبة العيد وما حدث في العيد كان يعني النقطة التي أفاضت كأس يعني نسبة الإصابات؟ طبعا لأن تجمعات كبيرة جدا وتجمعات في العائلات وفي الأسواق وكان تنقلات بين المدن، يعني هذا بديهي أنه غادي يكون واحد نوع من ارتفاع في العدد ديال الإصابات. كان يمكن له يدوز العيد يعني بأقل خسائر لو كان الناس التزموا، ولو أننا نشوفوا العائلات ونلتقي وغير التزام بالمتر ديال الابتعاد أو بوضع الكمامات إلى آخره، كان يمكن يكون أقل عدد من الإصابات. المهم الحال هو يعني هو هكذا، ما غاديش نغيروا الواقع. الارتفاع ديال الحالات يعني عادي جدا عند رفع الحجر، خاصة من ما تلتزموش الناس، شاهدناه في جميع الدول ماشي غير في المغرب، يعني ماشي حالة نادرة والحمد لله. سيبقوا عدد الإصابات عندنا ولو أنه مرتفع جدا بالنسبة الأول، إلا أنه بعيد جدا عن المستويات الأوروبية، لا من حيث عدد الحالات بإجمالها ولا من حيث عدد الإصابات الخطيرة ولا من حيث العدد ديال الوفيات، ولكن بالنسبة للبلد ديالنا تبقوا أرقام مرتفعة جدا، لأن من تتنزل على المنظومة الصحية مثلا في اليوم 1500 حالة، نقولوا منها واحد 1000 حالة غادي تنعس بيطار، لأن مع التدابير الأخيرة قلنا بأن الناس اللي في حالة جيدة هم بس هم فقط حاملين للفيروس ولكن ما عندهمش أعراض، يمكن لهم ياخذوا الدواء في جرهم مع الالتزام بواحد مجموعة من شروط، عاد يمكن لهم يمشوا لجرهم. فهاد الناس هادو هاد التدابير هادو غادي يخليونا إلا كانوا 1500 مثلا في اليوم، فننتظروا على أن واحد 1000 غادي تمشي في المستشفيات، فإلا جو عندنا 1000 في النهار هذا عدد كبير جدا جدا بالنسبة للمنظومة الصحية ديالنا، ولو أننا يعني الأطقم الطبية كلها مجندة، ولو أن الدولة دارت المجهود ديالها في المعدات وفي الأسرة، ولكن تبقى عدد ضخم جدا. فاحنا ما امكن نتفادوا هاد الاعداد الكبيره جدا، لان منين تتراكم، لان ما كاينش غير نهار، كاين 15 يوم ثلاثه الاسابيع، منين تتراكم هاد الاعداد هنا فين تيوقع المشكل ديال الاكتظاظ ديال المستشفيات، وهنا فين تيوقع لنا يعني عدم توفر الاسره، وهنا فين تيكتضوا اقسام الانعاش الى اخره.